السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير عليكم، مزيانين، اموركم هانيه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله، مع فيديو جديد ومع نهار جديد. رمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وطوله العمر. هنايا البنات غادي نشارك معكم هكا فطوري، غادي نصاوب معكم واحد الخبيزات اللي كيجيو زوينين وكيجيو سالين. هنا درت بيض بيضه ودرت ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه ولا خميره الخبز، الملح، ودرت نص كاس ديال الزيت، وغنضيف ملعقه ديال سنيده، وغادي نعجن بالماء، يعني بالماء والحليب. عندي هنا كاس ديال الحليب دافئ، وغادي نكمل بالماء دافئ ان شاء الله. صافي غادي نجمع انايا العجين، راه كتجي العجين يعني لينه، ما خصكمش تجيكم العجينه يعني قاصحه، خصها تجي لينه. صافي غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها على جنب، وغادي نحضروا انا وياكم الحشوه اللي باش غنعمر هاد الخبيزات هادو. هنايا عندي البنات باش غادي نعمر الخبيزات، عندي هنايا فلفله حمراء، عندي خز محكوك، الكفته، وعندي الزيتون وبصيله واحده مشلضه. غادي ندير كل شيء في المقله، ندير الكفته، الزيتون ونخليه هو الاخر، والملح، ندير التوابل كاملين. هنا عندي زيت العود والزيت العادية يعني ديال المائدة، وغادي نضيف ملعقة ديال لاصوص مصبرة، يعني لاصوص ديال الباطا. صافي وغادي نخلي هادشي كله فوق النار حتى يتجانس مع بعضياتو. المهم البنات قلت لكم غادي ندير هنايا التوابل كاملين، وغادي نخليه فوق النار يعني يتشحر مزيان هاد البصلة وكاع المكونات اللي درت. هنايا راه زدت في الاخر، زدت الزيتون خضر مقطع. صافي وغادي ندير معكم ان شاء الله، نصاوب معكم هاد الخبيزات. هنايا البنات راه درت الحسوه، حيت الحريره البيضاء صراحه راه ماك، الحريره الحمراء صراحه راه كاع ما كتكالش لينا، ما عرفتش حيت ثقيله بزاف، وهذه صراحه كتكال. هنايا غادي نقطع هاد العجين هذا الكويرات، بغيتوهم نتوما ديروهم صغيورين من هادو ديروهم، انايا غادي ديروهم هكا كبيبرين شويه. صافي غادي نقطعهم كاملين بحال هكا، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نصاوبوا هاد الخبيزات هادو. غنشد هكا، غادي نطلق هاد الكويره هادي على هاد الشكل هذا. صافي وغادي نعمر في الوسط هذيك الحشوه، وغادي ندير واحد شويه ديال الفرماج. صافي وغادي نسدهم من الجنب مزيان البنات، سدوهم مزيان مزيان باش ما يتحلوش ليكم في الفران، حيت منين تخشوهم في الفران يقدروا لما سديتهمش مزيان، حيت انا شي وحيدات ما سديتهمش مزيان وتحلوا في الفران. حاولوا تسدوهم مزيان مزيان باش ما يتحلوش ليكم في الفران منين تدخلوهم. صافي هذاك اصفر بيض البنات راه هو اللي باش غادي ندهن، غادي ندير فيه قطرات من الخل، وهو اللي غادي ندهن به هاد الخبيزات هادو، وغادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان ولا السمسم. صافي غادي نستمر على هاد الشكل هذا يعني حتى نكمل هاد الخبيزات كاملين، ونعاودو ان شاء الله نتلاقى بكم. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم على الناس الجداد، وشكرا للناس القدام. صافي هذا ما كان البنات، يلا خليكم مع الفيديو حتى الاخر.
المهم هنا البنات انتم درتهم هنايا في اللاطه ودهنتهم بهذاك الصفر بيضاء وشويه الخل ودرت عليهم الفرماج صافي وغادي ندخلهم ان شاء الله للفران ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. المهم صراحه راه كيجيو زوينين. المهم صافي غادي نكمل ندير الفرماج من الفوق وندخلهم كما قلت لكم الفران ونخرجوهم ان شاء الله وتشوفوهم معنا في طبق التقديم. يلا البنات خليكم معنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي حطيت لكم. غادي ندير معكم حتى واحد العصير. عصير البنات هنا غادي نطحنو غير بالميكسور حيت المولينيكس راه خسرت ليا. صافي هنايا درت الفريز ودرت عصير الليمون ودرت واحد الكيويه. هنا غادي نطحن بهذا الميكسور هذا كما قلت لكم في الاول، راه المولينيكس راه خسرات ليا وغادي نطحن غير هذا نعدي وصافي. هنايا الليمون راني عصرته صراحه جا زوين وجا بنين. صافي غادي ندير سنيده على حسب الذوق ديالكم، انا ما درتش بزاف ديال السنيده، اللي بغيتو نتوما ديروا سنيده يعني يجيكم حلو ديروه. هنايا صافي غادي نعمر هاد القريعه هادي، هانتوما البنات راه تيجي خاتم تيجي زوين. غادي نعمر هاد القريعه وهانتوما معايا ان شاء الله، وغادي نعمر معاكم هاد الكوياس. صافي صراحه انايا في الفطور كيعجبني نشرب هكا عصير بعدا كيحيد لكم هذاك العطاش وكيرويكم صراحه. المهم صافي هادشي اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم هاد الفيديو. هادو هما الخبيزات اللي درت معاكم، كيجيو على هاد الشكل هذا وكيجيو فتيين البنات، راه كيجيو غزالين بزاف. صافي هذا ما كان، نتمنى يعجبكم فطوري وعلى قد الحال قبلوا عليه. راه ما كنديرش بزاف ديال يعني ديال الماكولات البنات، راه كندير غير حاجه وحده، وهذا راه شاط منه الخير والبركه. هنايا هذه هي الحسوه ديالنا، ها هي هذه البوشنيخه وصافي. هذا الشيء اللي حطيت في الفطور، اللهم هذه من نعمه واحفظها من الزوال. والسلام عليكم.